السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. إذا كما تشوفوا أعزائي التلاميذ، آخر منشور لوزارة التربية حول تحضيركم لامتحان شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا. إذا الوزارة وضعت لكم قناة من أجل التحضير البيداغوجي للامتحان، يعني مش تقدم دروس، لا تقدم دروس، بل تحضركم نفسيا وتعلمكم كيفية الإجابة المنهجية على مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا. كما تشوفوا هنا هذا هو محتوى البيان. أعزائي التلاميذ، إذا عندكم حساب فيسبوك تقدروا من حسابكم من تاع الفيسبوك تدخلوا للقناة، تكتبوا مينيستير دو ليدوكاسيون ناسيونال، كما تشوفوا هنايا مينيستير دو ليدوكاسيون ناسيونال الجيري، تخرج لكم الصفحات تدخلوا وتشوفوا اخر منشور وتقراوا البيان يعني في غرفكم، والا راح نقرا لكم انا البيان. اذا بخصوص بث سلسله من الحصص حول منهجيه حل نماذج مواضيع الامتحانات المدرسيه، اذا راح يقدموا لكم سلسله دروس عن كيفيه حل المواضيع بطريقه نموذجيه، يعني يكون الحل تاعكم بطريقه نموذجيه في اطار مواصلة الإجراءات المتخذة لمجابهة تعليق دوام التعليم تجديدا لخطة الطوارئ المسطرة للحد من تفشي فيروس كورونا. في الوسط المدرسي تعلن وزارة التربية الوطنية عن الشروع في بث حصص حول منهجية حل نماذج مواضيع الامتحانات المدرسية. إذا راح يديروا لكم مواضيع محتملة ويديروا الحل نتاعها مباشرة، وانتم تشوفوا الطريقة نتاع الحل وكيفية الإجابة، كيفاش تكون الإجابة نتاعكم نموذجية، والتي تهدف يعني هذه السلسلة تهدف إلى التكفل النفسي والتحضير الجيد لتلاميذ السنتين الرابعة من التعليم المتوسط وكذلك الثالثة من التعليم الثانوي في إطار المرافقة البيداغوجية لهم. هذا وستبث هذه الحصص عن طريق الرابط أدناه، إذا أعطاكم رابط راح نكتب لكم الرابط نخليه لكم في صندوق الوصف وكذلك نخليه لكم في أول تعليق، فقط تضغطوا على الرابط وراح يوجهكم مباشرة إلى القناة. للتلفزيون على الويب لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ابتداء من يوم الاثنين 1 جوان. إذا ابتداء من اليوم راح يقدموا دروس، مش دروس عفوا، يقدموا لكم مواضيع نصوص مع أسئلة وكذلك أسئلة، سواء إذا كانت في اللغة العربية والفرنسية يعطوكم نصوص مع أسئلة والحل وكيفية الحل وكيف تكون الإجابة نموذجية وكذلك وضعيات إدماجية محتملة في المواد الأخرى. إذا أعزائي التلاميذ كما طلبت منكم، ما عليكم إلا الدخول من حساب نتاع الفيسبوك نتاعكم إلى صفحة الوزارة باش تتأكدوا من الأمر، أو تدخلوا راح نخلي لكم الرابط وتدخلوا ليه مباشرة وتروحوا تشوفوا هذه القناة وتستفادوا منها باش تكون عندكم طريقة نموذجية في الإجابة على كل المواضيع. أعزائي التلاميذ، بالنسبة للتلاميذ نتاع اللي عندهم امتحان شهادة التعليم المتوسط واللي راهم ينتظروا أنه رئيس الجمهورية يخرج ببيان أنه راح يلغي الامتحان، أعزائي التلاميذ راكم تضيعوا في الوقت فقط، حضروا أنفسكم جيدا لأن الامتحان ما نقدروش نلغوه. هناك فئة من التلاميذ حابين حتى ولو راهم نجباء حابين يفوتوا الامتحان، وكذلك هناك فئة من التلاميذ اللي عندهم معدل أقل من 9، كذلك ما نقدروش نظلموهم عفوا، وما لازمش نكون أناني ونقول لا كان عليه لازم في السنة أنه يجتهد وكان عليه، لا ما نقدرش نظلم حتى واحد، ما لازمش نكون أناني. وكما شفتوا احنا دائما في المدرسة يعني تعلمنا كيفاش نكونوا متعاونين وتعلمنا كيفاش نكونوا متآخين وتعلمنا كيفاش نساعدوا الغير، إذا ما لازمش نكونوا أنانيين بالعكس تماما. إذا حضروا أنفسكم، راه عندكم الوقت كافي، كذلك راه عندكم دروس قليلة، فصلين فقط بالنسبة لكم وكذلك بالنسبة لشهادة البكالوريا. كذلك ما تنساوش حاجة مهمة جدا، مواضيع نتاع السنة راح تكون سهلة، راح تكون في متناول الجميع. إذا فقط اللي راح يظلم نفسه اللي يقعد ينتظر في إلغاء البيام وما يحضرش نفسه جيدا. إذا من الآن أعزائي التلاميذ حضروا أنفسكم، ما تنساوش استفادوا من هذا الموقع باش تكون عندكم طريقة نموذجية في الإجابة. أعزائي التلاميذ نتمنى التوفيق للجميع، كذلك أعزائي الأولياء نتمنى أن الله تعالى يعينكم ويقدركم على مرافقة أبنائكم في التحضير للشهادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.